مفهوم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. كان في عندنا مداخلات حول موضوع الانتهاكات، موضوع المساواة، موضوع اللغة الاجتماعية. يعني هي بداية اليوم لعمل خلال السنة القادمة للضغط على صناع القرار لاتخاذ المسؤولية واتخاذ القرار اتجاه تبني قضايا النساء، وقضايا النساء هي قضايا مجتمع وليست قضايا مرأة فقط. اليوم مؤتمرنا بيجي بمناسبة 8 آذار، وهذه فرصة انه نحكي انه المرأة الفلسطينية قادرة على تسطير سطور من النجاح، وهي تستحق لكل الدعم والمناصرة سواء بالحيز العام أو بالحيز الخاص، وخاصة المرأة الفلسطينية. وإحنا بنعرف إنها هي أثبتت دور نضالي كبير، واليوم يمكن بتسطر أكبر أدوار النضال مع تزايد الانتهاكات ضد واقع المرأة الفلسطينية بهذه الفترة. هلا من خلال هذا المشروع حقنا أولويتنا قدرنا نستهدف السيدات العاملات في السوق الفلسطيني، والسيدات اللي بينتجوا من داخل اللي بيشتغلوا في المنازل بطريقة غير منظمة وفي المصانع الخاصة كمان. هلا قدرنا من هذا المشروع نوجه لهم يعني توعية كتير كبيرة بحقوقهم اللي لازم يحصلوا عليها، ووفر لها إياهم رب العمل داخل العمل هم بيمارسوه، لأنه هناك في كتير انتهاكات هم بيتعرضوا لها من ناحية الأجور، من ناحية ساعات العمل، حقهم في الأمومة، ساعات الرضاعة الطبيعية، وخصوصا كمان من انتهاكات التحرش اللي هم بيحصلوا هي بتعرضوا لها داخل العمل.